بيحاول حاول يعدي ويمر تاني من جديد تاني من جديد تاني من جديد عرضية أرضية وأول أهداف اللقاء يضيع بلتن لعب أول أهداف اللقاء أول أهداف اللقاء أشار الحكم المساعد جمع برشيد بأن هناك بالفعل تخطي وأن الحكم الخامس الإضافي سلطان السفياني أيضا أشاروا لحكم اللقاء عبد الرحمن المري بأن الكرة تخطت خط المرمى بكامل محيطها بين القائمين وأسفل العارضة. شوف ميزة الحكم الإضافي وميزة الحكم نفسه تاني عدت والحكم موجود. الحكم بقى بيعمل إيه؟ بيكلم الحكم المساعد على طول بيكلم الحكم الأصلي المباراة بيبلغه إن الكرة عدت فعلا واضح إنها عدت رغم المحاولة الكبيرة. إذن قطر يتقدم على الغرافة بأول أهداف اللقاء وبقول إنه يمتلك الأدوات يمتلك المهارات يمتلك كل التصويبات يمتلك التعادل إنها كرة القدم بحلوها بمتعتها بإثارتها. قلت لكم الغرافة يمتلك كل الأدوات ويقضي على أمال وطموحات الملك في اعتلاء عرش الصدارة وبفارق الأهداف سيكون قطر على القمة ليخسر نقطتين هو أحوج ما يكون إليهم بينما الغرافة الذي بقي على إصراره وعزمته وإرادته بعدما استفاق النجوم الكبار بتحضير وتصويب وميكو يصدق على أول أهدافه. بص شوف سعود الخلاقي بيعمل إيه الناشئ الصاعد الواعد والتفوق في اللقطة الأخيرة وتصويب ميكو الفنزويلي في أول زيارة في أول مباراة لي إلى الشباك يتقدم بهدف التعادل. وادي لازاروني بيقول الوقت عدى الوقت فات ولكن حكم اللقاء وصح